رئيس الحكومة السابق يدخل على خط حرائق الغابات بعدد من أقاليم المملكة. علق الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية السابق على الحرائق التي اندلعت في عدد من أقاليم المملكة والتي أتت على مساحات كبيرة من الغابات والحقول الزراعية من خلال تدوينة له على حسابه الرسمي على فيسبوك. وقال العثماني: عرفت بعض مناطق أقاليم العرائش تطوان وزان الحسيمة تازة خلال الأيام الماضية حرائق أتت على مئات الهكتارات من الغابات والحقول وطالت ممتلكات عدد من الأسر، مما خلف مآسي اجتماعية وإنسانية مفجعة. وأعرب رئيس الحكومة السابق عن تضامنه مع الأسر المكلومة ومع كل أهالينا بهذه الأقاليم التي عرفت هذه الحرائق، كما وجه كل التحية لرجال الصفوف الأولى على مرابطتهم طيلة هذه الأيام لإطفاء الحرائق. وختم الدكتور سعد الدين العثماني تدوينته بالتنوية بالمبادرات التضامنية المحلية مع هذه الأسر.